بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب ليغي كومبخوندر كالعادة. طبعا كنا قد وصلنا إلى لوسون أون، لوسون أون كما نلاحظ، كما في كلمة إن دونس. أبخي أون أفي دي مو أفيك أون، دوتخ مو أفيك أون، إي أونفا أون أفي des mots avec on. On a vu des mots avec on, par exemple, Laurent, un ballon, les bonbons, le pont. Après, on a vu des mots avec on, avec an, par exemple, un ruban, le pantalon, une amande, la danse, une chanson, des mandarines, le bon. Et enfin, on a vu des mots avec on, un champ, la jambe, la chambre, le tambour. Des mots avec on qui donnent le son comme on. Par exemple, le vent, doucement, une enveloppe, on, une enveloppe, une enveloppe. Mais qui a senti Laura? L'encre. Enfin, on a vu des mots avec on qui donnent le son exactement comme on. Par exemple, je trempe ma plume. Je trempe ma plume. Il emporte le livre. Il emporte le livre. طبعاً ذكرنا فيما سبق le verbe emporter أنك تأخذ بقوة إلى غير ذلك. هذا الفعل أيضاً له معنى آخر. هذا الفعل أيضاً يعني أنك تأخذ معك. Il emporte le livre. ممكن أنه يعني أيضاً أنك تأخذ معك كتاباً. Pour l'instant, nous continuons avec ce paragraphe et nous allons voir des mots et des phrases. Comme nous le voyons, nous prenons le premier mot, le vent. Le vent. Après, on a le joli ruban. Voilà, c'est un ruban. Ici, on a le joli ruban. Il y a notre charrette de Jamil. Après, le chant. Bien sûr, c'est un mot qu'on a déjà vu. Voilà, un chant. إذن عندنا هنا لو شون الحقل لا شونسون دو مامون لا شونسون دو مامون لا شون لا شونسون لا شونسون دو مامون. إذن نتكلم عن أغنية الأم، كما نقول أغنية أمي لا شونسون دو مامون. إذن عندنا كما رأينا لو فون لو فون. طبعا الطيلة تقرأ لو جولي ريبون لو جولي ريبون لو جولي ريبون. إذا نتكلم عن الشريط الجميل لو شون. ذكرنا فيما سبق بأن ام بي تقرأ كما لو عندنا هنا ان لو شون. ثم لا شونسون دو مامون مامون مي بيبي دون سون لي مامون مي اوتي على فين تقرأ أي مي مامون مي. طبعا هذا سي لو فيرب ميتر، هذا فعل وضع. في البريزون نقول مامون مي آل مي، هي تضع، هي تضع الآن بيبي تضع الرضع دون سون لي في سريره في سريره. نتكلم عن لولي، هذيك الشيء غنقولو هنا السون. أما كون كان هاد لولي مؤنث، لو كانت هاد كلمة لولي مؤنثة لقلنا هنا صالي، ولكن نقول صون لي سريره. مامون مي بيبي دون صون لي، الأم تضع الرضع في سريره. سيلونس سكوت. ذكرنا فيما سبق ليزي سيلونسيوزمون، اقرأوا بصمت، اقرأوا بشكل صامت. إذن عندنا هنا سيلونس يعني سكوت أو صمت. سيلونس غني بيبي دور. إذن الصمت يا غني، السكوت يا غني، بيبي دور، الرضيع ينام، الرضيع ينام. إذن عليك أن تصمت حتى لا يستيقظ. مينا أفي أون بيت ميشونت، مينا أفي. بيان سور سي لو فيرب فوار كونجوغي أو باسي كومبوزي أفيك لوكسيليار أفوار كوم نو لو فويون. ألوغ مينا أفي، إذن مينا رأت.
une bête. طبعاً bête ممكن يعني وحش، ممكن يعني حيوان، وممكن يعني كما عندنا هنا حشرة. إذن كلمة bête ممكن تعني هذا. إذن مين أفي une bête، une bête méchante. إذن هي رأت حشرة سيئة، مثلا أنها رأت عقرب أو رأت عنكبوتا إلى غير ذلك. مين أفي une bête méchante. مين ne ment pas، مين لا تكذب. مين ne ment pas c'est le verbe mentir، هذا فعل كذبة. مين ne ment pas، إذن مين لا تكذب. إذا قالت بأن رأت حشرة سيئة فهي فعلا رأتها. مثلا Rémi est tombé dans un trou. Rémi est tombé dans un trou. طبعا dans un عندنا S وعندنا ان تنديرو لليزون. اذا نقول dans un trou. Rémi est tombé. اذا Rémi هو نفسه سقط. اذا Rémi سقط dans un trou، سقط في ثقب، اذا سقط في واحد الحفره. Rémi سقط في حفره. Rémi est tombé dans un trou. Il a un bobo à la jambe. Il a un bobo à la jambe. إذن طبعا مادام أنه سقط في الحفرة، إذن هو وقع له شيء à la jambe، في الساق. Il a un bobo à la jambe. إذن هو عنده، كما نقول il a، تنشوفوا عندنا avoir هنا، ولكن جاب بعد منه اسم. إذن هو عنده جرح à la jambe، في الساق. مينا est dans sa chambre. إذن مينا هي ذاتها dans sa chambre، في غرفتها. قبل قليل رأينا dans son lit، قلنا son، هنا نقول sa، لأن le lit كلمة مذكرة، وهنا عندنا كلمة la chambre كلمة مؤنثة، إذن نقول sa، في غرفتها. مينا est dans sa chambre. Elle cherche des rubans noirs. Elle cherche. Elle، c'est-à-dire Mina، cherche. إذن هي تبحث des rubans. Des rubans، تبحث كما نقول شرائط. المقصود أنها تبحث عن شرائط. هي في الكلام تأتي هكذا في اللغة الفرنسية. نقول chercher quelque chose، تبحث شيئا. المقصود أنك تبحث عن شيء. Elle cherche des rubans noirs، تبحث عن شرائط سوداء. À l'école، René et Rémi sont assis sur le même banc. À l'école، à l'école، في المدرسة. روني و ريمي، روني و ريمي، أي هاد أي هي اللي جات في الأخر ديال هاد الكلمة، مي، مي. إذا ديما تتعطي هاد أي، أي. هنا الأوتي جات ككلمة، أما أوتي هنا فهي جزء من الفعل، طبعا جات في آخر الكلمة، إذا طبعا تنطق أي. إذا روني و ريمي، روني و ريمي سون تاسي، هم جالسون. طبعا نتكلم على لوفيرب أسواغ، نتكلم على لوفيرب أسواغ، وأحيانا نتكلم على لوفيرب ساسواغ يعني جلسة. إذا هم جالسون، روني و ريمي سون تاسي، روني و ريمي أنهم هم جالسون سور لو ميم بون، سور لو ميم، لو ميم يعني نفس، سور لو ميم على نفس، هم جالسون على نفس لو بون، لو ميم بون، سور لو ميم بون، على نفس الكرسي الطويل، هكذا، يكون هكذا. نعيد، لو فون، لو جولي ريبون، لو جولي ريبون، لو شون، لا شونسون دو مامون، مامون مي بيبي دون سون لي. سيلونس روني، سيلونس روني، بيبي دور. مينا افي اون بيت ميشونت. Mina a vu une bête méchante. Mina ne ment pas. Rémi est tombé dans un trou. Rémi est tombé dans un trou. Il a un bobo à la jambe. Il a un bobo à la jambe. Mina est dans sa chambre. Mina est dans sa chambre. Elle cherche des rubans noirs. Elle cherche des rubans noirs. À l'école, René et Rémi
sont assis sur le même banc. À l'école, René et Rémi sont assis sur le même banc. ثم عندنا هاد المقاطع اللغتية ثم هاد الكلمات كما نلاحظ عندنا on 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 mon mon long Laurent Laurent يعني الصف le bon le bon voilà c'est un bon Laurent le bon maman danse maman danse voilà par exemple maman danse. إذا نتكلم على الأم أنها ترقص. سنتابع إن شاء الله في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.